اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. احنا في المنيا عروس الصعيد، هنعمل النهارده طبقين. اول طبق هيكون جمبري وافوكادو مقبلات، وتاني طبق هيكون سمك فيليه بصوص الفلفل الاحمر. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. نقول على مكونات المقبلات: الجمبري بالافوكادو، حبايه افوكادو، توست محمص، طماطم شاري، عصير ليمون، بقدونس، جمبري صغير، بابريكا، وتوم، وطبعا هنستعمل ملح وفلفل وزيت زيتون، او هنستعمل الماده الدهنيه اللي حضراتكم بتفضلوها. يعني لو عاوزين زبده ماشي، لو عاوزين يعني السمنه ما بتبقاش حلوه قوي مع الجمبري، الزبده ممكن تبقى احسن. احط طاسه على النار صغيره كده، يعني الطبق ده نقدر نقول عليه طبق سلطه مقبلات. يعني طبعا الجمبري مفيد جدا، بس مشكله الجمبري الوحيده ان هو فيه كوليسترول عالي شويه، فلو في مشكله كوليسترول نخلي بالنا من اكل الجمبري علشان ما يبقاش ما يزودش النسبه. والافوكادو من الحاجات الخضار المفيد جدا لكل كل الاعمار وكل الناس. شويه زيت صغيرين كده، وابتدي الاول بالجمبري. جمبري صغير، جمبري كبير، طبعا عشان طبق سلطه يبقى نجيب جمبري صغير، مش محتاجين نكبر قوي علشان يبقى لذيذ. هبتدي الاول بالجمبري علشان لو حطيت التوم واستنيت الجمبري لحد لما يبتدي يستوي، التوم ممكن يتلسع ويعمل زي ما يكون ايه، يعني يتحرق سنه كده. احنا مش عايزين حاجه تبقى مستويه زياده. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الجمبري ما بياخدش وقت خالص. عايزين معلقه خشب، فكر حضراتكم تاني، معلقه الخشب في الطاسات عشان الطاسه ما يحصلهاش حاجه، ما تتجرحش، ما تبصش. لو طبعا في ناس بيبقى عندها خبره يقدروا ان هم بمنتهى البساطه يستعملوا المعلقه، لكن يفضل علشان ما يبقاش في احتمالات ان احنا نبوظ طاسه او حاجه، نخلينا دايما بالايه، بالمعلقه الخشب. احط دلوقتي شويه من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا، لكن مش هحط الملح تاني. انا قلت قبل كده واقول تاني، عشان الملح لما بيتحط على اي حاجه على النار بيبتدي يسحب ال العصاره اللي جواها فبتنشف، بالذات الجمبري بقى كمان ما بيستحملش خالص. علي سن النار كده وابتدي. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، لما نكون بنعمل سلطه او مثلا هنعمل طبق سلطه لوحده وطبق تاني، نخلي بالنا من السكينه اللي بنستعملها، علشان دايما السكينه اللي هنقطع بيها التوم هيفضل فيها ريحه توم، يعني نغسلها كويس او نستعمل سكينه تانيه. انا بفضل لو في سكينه تانيه نستعمل سكينه تانيه. لما نكون هنعمل طبق سلطه كل المكونات تبقى مع بعض، يعني هيبقى في طعم التوم وهيبقى في طعم البصل لو كان في بصل، ساعتها ممكن نستعمل نفس السكينه. بس علشان بيجي بالذات في المطاعم حد بيشتكي يقول لك ده الخيار والخس طعمه بصل، او الخيار والجزر طعمه بصل. ليه؟ علشان بيبقى استعملنا نفس السكينه على قطعنا بيها بصل ورجعنا قطعنا بيها سلطه، فنخلي بالنا من النقطه دي. طبعا الجمبري الصغير ده ما بياخدش وقت خالص، بعده عن النار كده. وبقيت سخونيه الطاسه هتكمل سواه. اكون انا قطعت الطماطم الشاري وهعمل له دريسنج كده خفيف. الحركه دي بقى بتفرق جامد قوي، بتاخد كل الطعم اللي جوه في الطاسه، يعني كل البهاريز اللي جوه الطاسه بتطلع واحده واحده كده بالليمون، ليمون او خل كله هينفع. بس كده تمام. يبقى فاضل عندي بقيه شويه الطماطم الشاري، ممكن اسيب كام واحده كده زي ما هما، واخد الثوم. انا شلت الجمبري من على النار لو حضرتك خدتوا بالكم علشان ما يستويش زياده، دلوقتي ياخد طعم الثوم. انا بعمل سلطه كمان، مش عايز اخلي يبقى الطعم جامد قوي، يعني مش عايز اخلي طعم الثوم جامد، عايز بس يا دوب يبقى زي ما يكون دريسنج او تتبيله. يعني افوكادو هقطعه كده بالنص، ما دام بستعمل هتبقى الاكله كلها طبق سلطه واحد، فنقدر نستعمل نفس السكينه. يعني حتى في الهواء كده الريحه عامله شغل كويس. دلوقتي اقدر ادي سنه ملح، خلاص مش هيحصل ان هو يطلع العصاره منه. وبعدين نطلع الافوكادو بمعلقه. لما نشتري افوكادو دايما هو مش رخيص، فنحاول نجيب
واحده او اتنين بس هم اللي يبقوا مستويين، والباقي يبقى ناشف شويه عشان يتحط في الثلاجه. لو هنستعمله كله في يوم واحد خلاص نجيب كله مستوي، لكن لو ناويين نسيبه في الثلاجه يبقى نخلي بالنا ان احنا نجيب اللي هنستعمله بس يبقى هو اللي مستوي، والباقيين يكونوا ناشفين سنه عشان نقدر نستعملهم ليوم تاني او يفضلوا في الثلاجه يومين ثلاثه. طلع كده ادي واحده، سهل قوي. كل ما يكون مستوي كل ما يبقى اسهل قوي ان هو يخرج من القشره بتاعته. بالمعلقه كده بالراحه، مفيش وجه استعجال لاي حاجه خالص، اهم حاجه ان احنا نوصل للنتيجه اللي بندور عليها من غير سرعه. السرعه بقى بتيجي بعد كده واحده واحده لما بنبتدي نبقى متمرسين في المطبخ. فاحنا نحاول نسهل الامور ونشتغل بالراحه خالص ونطلعها سليم. الناحيه التانيه كده اهو القشره فاضيه خالص. طبعا بقى القشره دي لو طلعت كده ممكن مثلا لو عاملين حاجه، عايزين مثلا عاملين حاجه بوريه بطاطس مهروسه مثلا سلطه ولا حاجه، ممكن نستعمل دي يبقى الشكل حلو، نحطها كده ونملى فيها ونحط عليها حته شاري، يعني ايه ندلع الدنيا علشان يبقى الاكل شكله حلو فيفتح النفس اكتر. طيب كده هنقطع الافوكادو. نفتكر بقى كمان الافوكادو لو اتساب بالذات، كمان احنا بنطبخ في المنيا على الكورنيش، طبعا حضراتكم سامعين الصوت العربيات رايحه وجايه، فايه المهم ان احنا لو هنسيب الافوكادو فتره يعني اكتر من دقيقتين ثلاثه هيبتدي لونه يتغير، يعني نحط عليه شويه ليمون عشان لونه ما يتغيرش او نستعمله على طول حتى لو في البيت، مش شرط يبقى الشمس هي اللي ممكن تعمل كده. كده كل حاجه جاهزه، فاضل بقى ايه تجميع كل حاجه مع بعض. نجيب طبق كده كبير، عندنا شويه من البابريكا كمان، ادي الجمبري. شوفوا حضراتكم اللي انا عملته بالليمون اللي حطيته ده والثوم اللي ما شوحتوش قوي هو ده الدريسنج بتاع السلطه. فانا هاخد الجمبري الاول كده، خلي الدريسنج زي ما هو. طبعا يفضل لو هيتقدم ان هو طبق سلطه نستنى لحد ما يبرد خالص وايه نبقى نحطه فوق الجمبري. ناخد الافوكادو كده بالراحه وادي الجزء الثاني. مش قادر اقول لحضراتكم يعني الافوكادو من الحاجات اللي فايدتها كبيره جدا 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 بالذات للسيدات. يعني شويه كمان ليمون كده عشان يبقى الدريسنج مظبوط، كمان شويه من الملح، عايز بس ارص دول رص احسن من كده شويه. وبعدين الطماطم الشاري، ده عيش توست. لو عندنا عيش بقاله مثلا يومين ما استعملناهوش نقدر ان احنا نستعمل التوست ده، نحطه في نقطعه الاول مربعات ونحطه في الفرن 5 دقايق من على العين اللي فوق او من على الشوايه اللي فوق، يطلع يبقى عندنا كروتون نستعمله بقى في شوربه طماطم، نستعمله في سلطه زي ما نحب. ناخد شويه من البقدونس كده وبعدين نطلع شويه من الجمبري ده كده يبقى واضح فوق هنا. وعندي ليمون جاهز، يبقى كده اول طبق اللي هو مقبلات الجمبري والافوكادو، نحط عليه بقى الدريسنج اللي احنا ظبطناه. يبقى كده عندي اول طبق كان مقبلات الجمبري بالافوكادو. هطلع فاصل وهرجع نعمل سمك فيليه بصوص الفلفل الاحمر، خليكم معايا بعد الفاصل نشوف الطريقه ونكمل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا في الجزء الاول جمبري بالافوكادو، هعمل دلوقتي في سمك فيليه بالصوص الفلفل الاحمر. نقول على المكونات: سمك فيليه، ثوم، زبده، بصل، طماطم، بقدونس، فلفل مشوي، كريمه لباني، ودقيق. هنشيل ده على جنب، ده المفروض ان ده النتيجه النهائيه. هبتدي الاول اعمل الصوص. علشان اقدر اعمل الصوص ده هشوي الفلفل. يعني ايه هشوي الفلفل؟ هنجيب الفلفل ده ونحطه على البوتاجاز عادي خالص ونقلبه لحد لما
يتلسوع من كل النواحي، مش على نار عالية قوي، على نار خفيفة، علشان لما احطه بعد كده في الخلاط يبقى في طعم السموكي او الطعم المدخن او الطعم المشوي، بيفرق جامد قوي في الطعم. هبتدي بالبصل، يعني هاخد كفاية ربع بصلة، وبعدين شوية من الزيت، اي نوع زيت حضراتكم بتفضلوه، شوية صغيرين. هبقى مجهز، انا مجهزين طبعا، هنكون مجهزين الخلاط او الكبة، يعني يفضل يبقى خلاط او هوم فود بروسيسر، يعني المتاح، كل اي حاجة هتخلطه هتشتغل. هناخد البصل، فص ثوم، طبعا احنا عارفين دلوقتي خلاص، بنحط اول حاجة البصل علشان بياخد وقت شوية على ما بيتحرق او على ما بيتشوح، وبعدين الثوم، حتى مش لازم اقطع صغير قوي، كده كده كل الكلام ده داخل في الخلاط، فاحنا مطمنين ان كل ده هيبقى كويس. خلي دي مع السمك، يبقى ده خلاص، خلاص هناخد 2-3 كده من الشيري توميتو دي. انا مجهز اوريدي بالصوص، بس حواري حضراتكم الطريقه برده علشان تبقوا ايه، يعني كل حاجه تبقى واضحه قدام حضراتكم. خلي دي انا كمان شويه ملح كويسين، شويه فلفل. انا دايما بقول شويه ودايما بقول كده، لان انا ما يعني في اكلات لازم تتعمل بالمظبوط بالوصفه، لكن اللي عايز يزود توم يزود، اللي عايز يزود بصل يزود، احنا براحتنا. ده على نار هاديه كده بيتشوح، والفلفل المشوي هنطلع طبعا البزر ده، لان البزر ده بيبقى طعمه مر شويه، قطعه تقطيعه خفيفه كده. لو في حد عنده مشكله في القولون، القشر بتاع الخضار دايما بيضايق، الفلفل المشوي بص حضراتكم بيطلع بمنتهى السهوله لو في مشكله في القولون. لو ما فيش مشكله يبقى يفضل ان احنا ناكله، لان الفلفل مش الفلفل بس، كل الخضار والفاكهه الفايده الكبيره بتاعتهم بتكون دايما موجوده في القشره اللي بره، مش كلهم بس اغلبهم. يعني اغسل ايدي كده بسرعه، طبعا دي معلقه حديد، وعندي هنا الطاسه نفسها حديد. ناس كتير قوي كانت بتسالني دايما ازاي نتخلص من موضوع ان السمك بيلزق في الطاسه. منتهى البساطه، دقيق، عفره كده بشويه دقيق وايه، مش هيلزق كده. احنا شوحنا دلوقتي بقى في المرحله دي، والله احنا عايزين يبقى حراق، نحط قرن فلفل حراق، نحط شطه، يعني بيفضل لو قرن فلفل حراق، عايزينه يبقى تمام مظبوط كده، خلاص نظبط الملح والفلفل وكله هيبقى مظبوط. هسيبه حوالي 3-4 دقايق، وبعدين في الكبه او في الخلاط او في المتاح عندنا في البيت، نحط الكلام ده كله كده مع بعضه بالراحه. عايزين بس ايه، نوضح كده احسن، البصل والثوم فلفل مشوي والطماطم، كل الكلام ده كده هنا. وشويه صغيرين من الكريمه اللباني. ونضربه بقى لحد لما يبقى صوص. كده احنا خلصنا اول جزء. ادي النتيجة النهائية. ادي النتيجة النهائية. يختلف بقى اللون سنة، يعني زاد الفلفل، الفلفل زاد كريمة اللباني، ده اللي بيفرق بس. ادي بقى السمك، احط الدقيق في بولة عشان بس ايه، في البيت مش لازم بولة غويتة زي دي، انا عشان بس عندي هوا هنا فبيضايقني شوية، بيخلي الدقيق يطير. طاسة سخنة قوي، يعني لو عايزين هنعلي درجة حرارة نستعمل زيت نباتي، بلاش زيت زيتون، لان زيت زيتون ما بيقدرش يستحمل حرارة جامدة. ممكن بقى ايه، نقلب السمك تقليبة خفيفة كده، وادي تاني واحدة. خلي بالنا بقى، السمك اللي بيبقى سميك ده بياخد شوية وقت زيادة في السوى، او بيبقى نركز معاه ان احنا نقلبه مظبوط، يعني كل شوية نقلب، يعني كل ناحية هتاخد يمكن دقيقة ونص بالكتير، وهم هيبقوا 4 نواحي. ده خلاص، ناخد بقى ايه الزبدة
معلقه صغيره من الزبده علشان يعني السمك والحاجات دي تخليها بيبقى فيها طعم غناوه اكتر. وما دام في زيت هيبقى صعب ان هي تتحرق، لو حطينا الزبده لوحدها الزبده ممكن تتحرق. طيب ده خلاص وده خلاص. طبعا انا مش بتاع دايت خالص، انا باكل يعني الاكل اللي انا بحبه بس ما باكلش كميات كتيره. هتلاقوا كميه الزبده كتير، ممكن نخفها ممكن نشيلها خالص، ممكن نحط شويه زيت قليلين جدا، يعني كل واحد بقى ومزاجه او كل ست بيت ومزاجها على حسب طريقه او النظام الغذائي اللي ماشيين عليه. هنقلب كده، لو حتى الكاميرا قربت هتلاقوا ان بدا اللون هنا يقرمش ويغمق، وابتدى اللون من الشفاف او من البينك البامبا ابتدى يطلع لفوق، فابتدى السوى يشتغل بايه بمعدل كويس. والتانية نقلبها، شوفوا حضراتكم فكرة الدقيق دي لذيذة قوي. في ناس طبعا عندها مشاكل الجلوتين، الحاجات اللي الدقيق بداية بطنها فما بيقدروش ياكلوا دقيق، ففي الحالة دي ممكن نعمل حل تاني عشان السمك ما يلزقش، اللي هو ايه، هنبتدي بطاسة بزيت مش سخن، يعني مش ساقع خالص يعني، بس نحط على طول السمك مع الزيت ونسيبه ياخد راحته في السوى خالص. معقول كده، يعني اعتقد ان هي باينه اهي من هنا جدا موضوع درجه السوى. تلاقوه ابتدى، ممكن حتى نرفعها كده عشان نوضحها اكتر. هنا ده استوى ومن تحت استوى خلاص. بس برضو كل ما بيكون السمك سميك كل ما نخلي بالنا كويس قوي قوي ان ما يبقاش فيه فرصه ان هو ما يستويش. فهنقلب كمان قلبه كده. وطبعا السمك الفيليه مش زي الستيك ولا زي التونه، السمك الفيليه لازم يستوي كله، ما ينفعش نقول ان السمك هيبقى ميديوم او ميديوم رير او رير، لا، السمك الفيليه ويل دان، غير كده مش هيبقى طبيخ، هيبقى ساشيمي بقى او سوشي او موضوع تاني خالص. وادي الناحيه دي كمان استوت. لو عايزين نطمن خالص ويبقى تمام تمام، بعد ما نعمل له سيرنج او زي ما بنقول صدمه او نقفله من بره بالزيت كده، هناخد السمك في طاسه او في صينيه وندخله في فرن 5-8 دقائق هيكون استوى. انا هرجع دي تاني على الناحيه الاولانيه لان من وسطها، شوفوا حضراتكم لو واقفين بنطبخ ومركزين هتلاقوا ان من وسطها هنا ما استوتش. طيب ممكن اروح اعمل كده افصلها عشان اطمن انها استوت، وبعدين احطها على الناحيه اللي ما استوتش. طبعا نحاول نكون على قد ما نقدر حنينين مع السمك عشان ما يتفتفتش او ما يتهريش واحنا بنطبخه. على كل النواحي بتاعتها نحاول نديها وقتها في السوا وما نستعجلش عليها خالص. انا عاوز شوكه عشان نقلب كده دي. دي كده استوت ودي على سوا. اهم حاجه في الطبيخ نبقى واقفين مركزين للحاجه اللي بنعملها، يعني بلاش نسيب الحاجه على النار ونروح نعمل حاجه تانية لان عاده بتتحرق. طيب عايز اطلع بقى السمك ده على طبق، اي طبق من دول كده، طلع اللي استوى. القطعه الاصغر بتستوي قبل القطعه الكبيره، فهتلاقوا ان الصغيره دي استوت، فطلعها على حته مناديل كده علشان لو فيها شويه زيت زياده ينزل. يستوت. دي لسه، وانا كده كده مش محتاج قطعه واحده اهي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم لو اتعاملت معايا بعنف شويه هيبتدي يعني يتفتفت. هقول لحضراتكم حاجه كمان، كل الناس بتقول لي انت بتعمل كميات قليله قوي قوي. انا عارف، انا يعني نفسي اكل حضراتكم طبعا، لكن انا بعمل كميه قليله علشان اوري حضراتكم الطريقه. بعد كده اللي عاوز بقى يبقى يمشي على نفس الوصفه لكن يزود الكميات، يعني لو انا حطيت معلقه دقيق يبقى معلقتين دقيق، لو هو البورشن او الكميه اللي هتطبخ هتبقى الدبل. علشان كده انا بس ببقى عايز اوري حضراتكم الطريقه. نعدلها كده، وبعدين بمعلقه معلقه معلقه
يعني حط بقى الصوص الفلفل الاحمر الرومي المشوي، حط كده وهو يعني يحط من كل الجناب، وبعدين اخبط الطبق خبطتين كده، هيتحرك المفروض الصوص يمشي في كل حته في الطبق. جميل جدا، حته صغيره من المنديل عشان ايه اللي بيسموه حركه الشفاه دي، بس بتفرق كتير قوي لما الطبق يبقى جاي شكله كده مظبوط ومفهوش يعني مش مطرطش عليه حاجات من النواحي، بيبقى شكله احلى وبيبقى بيفتح نفسه اكتر. شويه هنا من البقدونس، وعندي انا اهي دي كده تمام. يبقى النهارده عملت مقبلات الجمبري بالافوكادو او سلطه جمبري بالافوكادو، وعملت معاها سمك فيليه بصوص الفلفل الرومي المشوي. الف هنا وشفا، وعايز اقدم شكر خاص لبايونير تورز على الاستضافه الجميله. نشوف حلقه جديده ان شاء الله في المنيا. باي باي.